مالتي لاين. من اسم كده مالتي فكرت بمالتي متعدد صح؟ مالتي يعني متعدد، لاين خط يعني خط متعدد. بعمل ام ال انتر، دخلت على السكيل. السكيل بيظبط المسافه ما بين الخطين يا جماعه، الويتس ماشي كده. فقلت له نقطه هنا، فقلت له انا موافق، فقلت له نقطه هنا ومشيت ونزلت وهكذا. خلاص كده لو زودت كده هلاقي الخطين المسافه ما بينهم كام؟ هي المسافه اللي انا حطيتها في سكيل صح؟ ولكن عندي مشكله. ايه يا عم؟ ادي ام ال انتر، السكيل انا ظابطه ان هو ايه؟ بربع مش كده؟ طيب لقطت نقطه ومشيت كده، قلت له مثلا امشي لي 10 انتر، شغل بس الارسو، قلت له 10 انتر في مشاكل كده، ونزلت 10 انتر. خلاص يا جماعه؟ فالطول ده اصبح 10 والطول ده ايه؟ اصبح 10 صح؟ ولكن عندي هنا سؤال، هي ال 10 من الطرف هنا طب لحد هنا؟ ولا لحد هنا؟ ولا لحد النص؟ مش كده ولا ايه؟ صح؟ فعندي سؤال دلوقتي، هو بيقيس منين لمنين؟ مش كده ولا ايه؟ فقال لك في حاجه اسمها جاستيفيكيشن هنا. معموله ايه او كان شغال بايه؟ بتوب، يعني ايه توب؟ يعني لو دوست على ده كده هيقول لي توب، دي كده بالنسبه له النقطه التوب اللي هي ابعد نقطه. خلاص؟ طب البوتوم هي اقرب نقطه، طب السنتر او الزيرو هي نقطه السنتر. انا لازم لما اشغل الامر ده بشتغل عليه هو ايه؟ سنتر، لان المسافات عندي بتبقى في اي بلان من السنتر للسنتر، مش كده؟ بعد كده باخد الويتس نص الكاميرا كده نص الكاميرا كده، صح؟ طيب تاني كده يا باشمهندس عشان انا مش فاهمه قوي، ادي ام ال انتر، لازم اخش على جاستيفيكيشن واخليها يا جماعه زيرو، لازم اخش على سكيل اديله التخانه بتاع الكاميرا سواء بوينت 1 2 سواء بوينت 2 5، مش كده؟ واعمل كده، وابتدي امشي اقول له ماشي يا سيدي، ادي 5 انتر، وابتدي انزل كده 10 انتر، واخش كده 5 انتر، في مشاكل؟ طيب لو كليكيت كده وقربت هلاقيه قايس لي منين لمنين؟ من السنتر هنا للسنتر هنا عامل لي ايه؟ عامل لي الطول بتاعي 5، يعني من السنتر الافقي للسنتر الافقي، وهكذا برضو الراس. يبقى امر مالتي لاين برسم بيه الكاميرات بتاعتي في ثانيه، مش كده ولا ايه؟ صح؟ طيب جم العلماء قال لك منين ما تيجي ترسم بلان تعمل الاتي، تقول له مالتي لاين بس تختار ستايل او تكتب مالتي لاين ستايل، فقال لك الستايل نيم، فانت لو مسمي تقدر تختاره صح؟ طب انا مش مسمي هعمل ايه؟ لازم اكون عامل حاجه اسمها مالتي لاين ستايل، ام ال اي اس تي مش كده؟ مالتي لاين ستايل اهو، فقام دخلني في ويندوز زي دي، فقلت له نيم، فقال لي هتسميه ان شاء الله، قلت له ايه يا سيدي؟ فدخلني هنا. ايه ده بقى؟ دي خصائص الخطين اللي كانوا بيترسموا معايا. هما خطين الاوفست ما بينهم نص وناقص نص، يعني السكنس كام؟ واحد. صح؟ يبقى الخطين دول السكنس ما بينهم كان واحد. وانا كنت حاطط السكيل بربع، معناها ان المسافه اصبحت كام؟ ربع. تاني هو في جوه الامر جوه الاوبشن حاطط حاجه اسمها المحايد الضربي. يعني هو قاصد يعمل مسافه هنا واحد. خلاص؟ بحيث السكيل حطيته اثنين ايه اللي هيحصل؟ المسافه تبقى كام؟ تبقى اثنين، حطيته ربع تبقى ربع، حطيته نص يبقى المسافه بين النص وهكذا. ماشي كده؟ يعني هو هنا حاطط المسافه ايه؟ واحد. مفهوم ولا مش مفهوم؟ السلام عليكم. عليكم السلام. معلش مشاكل كده؟ ها؟ خلاص. كنت لو انا دلوقتي يا جماعه عاوز اعمل اي حاجه بره بتخانه معينه، مجرد ما انا بدخل ايه؟ السكيل. عشان كده ما سالنيش عن حاجه اسمها الويتس، سالني عن ايه؟ عن سكيل، لان الويتس اوريدي ثابت تماما في الامر. اللي هو واحد محايد ضربي، مهما ضربته في اي سكيل بيتحول للتحول للسكيل بتاعه. مش كده؟ يقول لك تعالى هنا قول له اد وحط لي حاجه في النص وخش خلي لي دوت ايه؟ سنتر لاين، بحيث انت ترسم ثلاث خطوط. ايه ده؟ انت تقدر تقول اد 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 وتعمل اكتر من خط؟ اه مش كده؟ ايه ده؟ يعني انا ممكن ان هو تعمل خط ثالث وارسم اوتوماتيك خطين وما بينهم خط سنتر لاين؟ اه. طب والخط في النص ده ممكن اخليه سنتر لاين؟ اه، لان هو بيتيح لي مثلا اغير لونه، وبيتيح لي ان انا اديله ايه؟
طيب جبنا بقى طيب اللي هو داش ولا سنتر ولا وات ايفر صح؟ وبالتالي طول ما انا برسم ثلاث خطوط في نفس الوقت، اول خطين بيت مثلا او كمر، والخط اللي في النص سنتر لاين هو السنتر صح؟ مش كده؟ ليه بقى؟ لان هو بيعمل ايه؟ بعدها بيعمل الثلاثه خلاص؟ وليكن انا قلت له يا عم هو الثلاثه وقلت له اوكي خلاص؟ اما اقول له ام ان انتر وقلت له ستايل كان اسمه ايه يا جماعه؟ كان اسمه ايه؟ مش كده؟ اما هاجي ارسم رسمت اهو يا عم، رسم لي ايه؟ الثلاث خطوط، كان ممكن احط دوت سنتر لاين مش كده؟ طيب بس انا باشمهندس مش اي بلان لازم يبقى دوت طويل شويه وعلق فيه دايره صح؟ طيب قال لك يا عم سهل، هو ماسك دي كده اهوت وشددها مش هتتشد، قال لك بس اعمل كده واقول له اكسبلود وهو ماسك ده كده وشد وعلق الدايره اللي انت عاوزها، هو ماسك ده هتعمل في كام سنتر لاين الكلام ده خلاص؟ طب وفرضنا انت عملت كده، انا لازم احط السنتر لاين لوحدها في مجموعه او في لير لوحدها في حاجه لوحدها، ولازم احط الكاميرات في مجموعه لوحدها، وهتعرف النهارده ليه. فالكلام ده كله هياخد مني وقت كبير قوي ان انا ارسم بيه بلان، ولكن انا مالتي لاين يا جماعه بستفاد بيه ان انا برسم بيه ايه؟ خطين فقط، ماشي كده؟ هرجع تاني اشغل الستاندرد واقول له سيت كارنت، يبقى هو ده اللي شغال معايا اللي هو بخطين، في مشاكل الكلام ده؟ اهو خلاص؟ واتفقنا ان الخط ده عشان اظبطه ما يا زهره بخش على حاجه اسمها جاستيفيكيشن واختار ان هي بزيرو، ليه؟ لان اي مسافه بديها له بيقيسها من السنتر للسنتر، زيرو دي معناها ان هو قاس من السنتر الافقي دي للسنتر الافقي دي، ماشي كده؟ معايا؟ لاين ده ام ان انتر اهو، اخترت جاستيفيكيشن بس المره دي خليتها توب وابتديت اعمل كده. طيب المسافه اللي اسهل اسهل منين؟ من بره لبره، هل انا برسم كده في البلانات ولا المسافات بتاعتي كلها بتبقى من السنتر للسنتر؟ حلو، فلازم اي امر استخدمه من المالتي لاين ده لازم في الاول لازم اخش على جاستيفيكيشن اخليها زيرو، وده معناه ان هو اصبح دلوقتي بيقيس المسافه اللي انا اديها له منين؟ من السنتر للسنتر، خلاص؟ تمام. طيب والويتس بتاع الكاميرا عباره عن ايه؟ بديهوله هنا في كلمه ايه؟ في كلمه سكيل، الكاميرا بتاعتي بربع اديها ربع. بوينت 1 2 بوينت 1 2 مش كده؟ هو عامل كده. فبقى بيرسم لي الخطين المسافه اللي ما بينهم اللي هي الويتس ربع والطول دوت زي ما انا هديهوله. ماشي كده؟ هو ده عشان بس برسم بلان؟ اه بالظبط. خلاص؟ عشان النهارده هنرسم بلانات وتسليح وحاجات كتير. خلاص؟ في مشاكل؟ يبقى المالتي لاين عرفناه اهوت صح؟ تمام. طيب اوعى تعمل مالتي لاين وتعمل له اكسبلود، اكسبلود ده تفجير صح؟ طيب ليه يا عم؟ لان المالتي لاين اهو حضرتك دلوقتي يا باشمهندس عندك بلان وقلت خلاص ده انا همشي كده اهوت 10 او همشي 15 انتر وهطلع مثلا 16 انتر واخش شمال كده اهوت 10 انتر مثلا، اتفقنا ان المسافات دي اسهل منين يا جماعه؟ من السنتر للسنتر، فطلع كام؟ ال 16 بتاعتي صح كده؟ وهكذا. طيب ابتديت ارسم. طيب زي الفل. دلوقتي لو انا عملت اكتر من حاجه مع بعضها، يعني ظبطت كده اهوت والبلان بتاعي وكان في شويه حاجات عاوز اعملها، يعني الحته دي زادت كده، فالناس يقول لك ايه؟ اعمل اكسبلود ومعامل الحتتين دول ايه؟ ترم، مش كده؟ انا عاوز اقص، عاوز انضف البلان، صح؟ قال لك لا. قال لك في حاجه تبع المالتي لاين اسمها مالتي لاين اديت، بيعدل على نفسه، يعني هو كده مالتي لاين ومالتي لاين اديت، ما خدناش حاجه تاني، مش كده؟ طب دي بتيجي منين؟ ممكن تكتب هنا مالتي لاين اديت خلاص؟ او تدوس دبل كليك على اي مالتي لاين. فبيطلع لي الواجهه دي. انت عاوز دول يبقوا ايه؟ يبقوا جوينت، يبقوا كورنر جوينت مثلا؟ هل يبقوا كلوزد تي مع بعض؟ هل يبقوا كلوزد كروس؟ اللي انت عاوزه. طب انا عاوزه يبقوا كلوزد تي في ثانيه، يبقوا بالشكل ده، مش كده؟ فاقول له كده. فقال لي اختار اول مالتي لاين، قلت له ده. قال لي طب والثاني؟ قلت له ده. خلاص؟ وانا ايه اللي اقعد اخش بقى وامسح في البلان الكبير والكلام ده، خلاص كده؟ طيب ومفيش داعي برضه ان انا اكتب الاختصار بتاعها وام ال ايديت وبتاع، لا ده انا بمجرد ان انا بدوس دبل كليك عليها كده اهو واقول له ايه يا جماعه؟ كورنر دي مع دي. خلاص كده؟ فخليها لي كورنر جوينت وهكذا. خلاص؟ ودلوقتي في البلان الموضوع ده كله هيوضح. طيب كل الاوامر اللي موجوده في الشاشه دي لا يراعى فيها الترتيب ابدا الا الاوبن تي.
يعني الجوينت قصدي الكورنر وبتاع عادي اختار ده مع ده وده مع ده هيعمل لي كورنر. الاوبن تي دوت لو انا عاوزه بعمل ايه؟ بختاره كده. اول خط اختاره هو الويب بتاع التي، الويب اللي انا عاوزه يفضل خلاص؟ وليكن هو ده الويب فاختاره الاول. طب الثاني ده. وبالتالي مسح لي الزياده وخلاني الشكل ده. ماشي كده؟ ولكن لو الموضوع معكوس وانت اخترت ده الاول ثم ده فيمسح لي اللي هنا ده ويسيب لي دي ويسيب لي دي عامله تي مع دي. فاهمين قصدي؟ يبقى بختار الاول شكل بتاع الويب ثم الفلانج اللي انا عاوزه اللي انا محتاجه. خلاص؟ فهنا بقى دايما الترتيب بختار الويب ثم الايه؟ ثم الفلانج. ماشي الكلام؟ طيب سهل الموضوع ده؟ طيب يبقى احنا النهارده خدنا ايه كده؟ خدنا بولي لاين وعرفنا بولي لاين برسم بيه التسليح. ما ينفعش ارسم التسليح بتاعي بايه؟ بلاين ابدا. لان البولي لاين هو بيرسم لي برده شويه لاينات خلاص؟ ولكن لما اكون عامل كسره وحاجات زي كده اهوت البولي لاين هو عباره عن ايه؟ حته واحده مهما كان انا عملت 100 مره. طب واللاين بيقطعهم لي مش كده؟ طيب لما اجي اجيب تول دوت ولا حاجه بقول له ال اي انتر مثلا ولسه هناخد الاوامر دي اقول له سيلكت اوبجكتس قلت له مثلا دول عاوز اجيب طول الخط ده او طول السيخ ده فقال لي اللاين دوت اللينس بتاعه 2 وايه؟ 22 مش كده؟ طيب ال اي انتر وقلت له البولي لاين ده قال لي اللينس بتاعه 17 وشويه ال 22 اللي تحت ده جاب لي طول منهم جاب لي طول منهم ولكن اللي فوق ده جاب لي كل الطول من هنا بالكسره لحد هنا طول كله. ماشي يا جماعه كده؟ فدايما التسليح بتاعي ارسمه كده بايه؟ ببولي لاين عشان لو في حديد مكسح حديد اي حاجه بيعمل لي برده حتى الطول اللي مستخدم في التجنيش بيحسبه برده خلاص؟ وهكذا. في مشاكل الكلام ده؟ طيب والمالتي لاين اللي احنا لسه ايه قايلين خلاص؟ يبقى بولي لاين وايه؟ ومالتي لاين.